إيه لا واحد ما ياكل خيله كان مولاه محلاه الشيخة واحد يبدأ هكا صار في الدار وشيخ عامل جو تقولي محلاه الفلوس محلاه الفلوس ملا موز ملا موز يا ريان شكون لحظة بشوي شكون هاللي جاي عايت يا رياض وينك يا معلم صالح شاري اهلا وسهلا تفضل خويا تفضل مرحبا جيتك على الفلايسيت خويا تفضل خويا جلد مازه هذا تفضل مرحبا فيك مرحبا بك خويا جيتك على الفلايسيت يا عمك راك طولت الامور هذيك الله راهي امور يا بنبيدي شد بدل المطعم الساعه شد بدل المطعم تاع نحكوا الساعه شد بدل يا ولدي مش نبدل المطعم يا ديك الله راني بيني مسير راني حتى انا زاد عندي عباد تسني فلوس نحب نخلصهم يا ولدي لحظه تو نحكوا شد بدل شد هاو الكاكي بدل المطعم شد كول يا ولدي كره بابا عندي زيك مش يفكوا يا يرحم والديك يا ولدي بس عبالك واعمل ضريبه كاكي ساعه بدل المطعم يا ولدي يزي من كاكية الفلوس يرحم والديك يا ولدي بدل المطعم بدل المطعم هاو الكاكي بدل المطعم شد بدل المطعم تو نحكوا يرحم والديك اعطيني فلاسات يا راني والله انا بيدي مخنوق يعني نبيع يا رب يا ولدي ها ها شو الكاكيس هذه يزي غصيت انا تو اعطيني الفلوس يرحم والديك جاي قرد انا جانك في كاكيل هنا شنو هي الحكايه هذه ما حكيتلكش لا شنو ما حكيتليش يا اخوي فين ظروف يعلم بها كان ربي والله لا نكساب حتى فرانك ربي يولي يعلم قسما بالله فرانك لا دور ولا اي سيدي ما عندي حتى فرانك تعرف تلمو جيبي ما فيه كان الصرف تعرف شو عيطولي ولو ها رياض بوديناري عيطولي يا ودي اعطيني فلوسي انا خا نولي خالد بن عيسى اعطيني فلوسي ندير رياض بالدينار انا نولي خالد بن عيسى رحمه الله والله لا عندي والله لا عندي عاد ربي يولي يعلم كان نحكي لك على مراه عمال شباهه زاده مرتي يا ولدي كان نحكي لك مسكينه هبلت لطف والله هبلت قسم بالله زاد يا ودي هبلت مسكينه يا لطيف والله حبيبي هاي حسين مش احوالك مش نعملك مدام لاباس دارتنا البركه كيف بدك نشوف لاباس عليك لبيز. والله ولا تعبت 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 من الشوبينج ما عادش نجم سقيت كسرت انا ها طب بعد نضحكوا بري دخل ليه ليه يا اخي تو مش براني واي عجبتني براني انا خدت حد شنو شي شريته صدقني يا كان مش الاربعه ملايين اللي ما جيتهم لي انت راني قعدت وحده في هذا 4 ملايين ليه ليه الحقيقه ما يشدش عليا حتى شيء يا ربي يا ربي بدا يكشف فيه هذا غصصني بالكاكي وهو يعطي مرته بال 4 ملايين انا ليه ليه هذوك ال 4 ملايين تاع الصباح وحدهم هذوما ال 5 ملايين مدهم لي العشيه قال لي برا اشرب بهم شنو تحب الحقيقه ما يعز علي حتى قدامي انا ايك بساعدك الله لا تربح حتى بساعدك الله لا تربح يا ولدي ما انا مراه ما حكيت لكش راهي مرضى تهبلت ما هبلتش ما هبلتش اذا ما الفقر هبلت ما الفقر ولا انا بروحي هبلت ما الفقر اقسم شا طلع الساك هذا شنو هو شنو الساك طلع شنو هو غفلعي شنو غفلعي غفغوغي انت ايه شنو غفغوغي وي الساك هذا وحدها بزز ملايين يا ولدي تكذب مذرة هذاك كيفاش مذرة مذرة تكذب عليك المراه تقطق في صفاتها ما بكري وي اير ال ايه؟ ها هاي كرات نورين هاني ار ال ماشي غلط صحيت ها رياض الفقير ها ار ال هاوي ماشي غلط بري بنتي يرحم والديك يا ولدي والله هي هي هذيك مزرحه وهذه هاي شناهي هذيك هذه شناهي شناهي هذيك شناهي هذيك شكون ما عرفيش شناهي دوشي الجابانا برا يا الركيب ودوتشي جابانا يا معلم وهو يتيتم وراني وخايف ما عنديش المرض ايش يا بالفعل هذيك شناهي هذيك دوشي الجابانا ها يا راكي افا جابانا ان شاء الله طلع عليك هيك المنظر تخرج عليا من هنا امشي كل المنظر يا ودي مهبوله يا برجوليه صاحبي لا لا يا سي صالح اسمعني قصه مرحبا انا هاني شوف شوف فرق حوايجي هذوما وحذر لي لو زوز ملين نقطع عليهم من بعد هدي هبلت بري على روحك بري يا ودي اصابت لي الجوشي باهي برا بتعطيك واحده جوتشي عطى نوريك جوتشي لا يلزمني نشري الجوشي هيك المنظر عليا ما هوش خير مني اللي يلزف الجوشي قسما بالله انا بروحي هبلت كلنا عائله من الفقر هبلنا مسكين ولا تخرج مسكينه تبدا تقضي زعما هاني مش انا بروحي هبلت هزوني نعمل في رقيه رقيه شرعيه هبلت وليت نعمل حتى في الحيوانات من الفقر جاي شي واحد بالله برقمك جاي يخف فلوس ما عنديش حتى باش نمد لك والله لا عندي والله غالب والله يضل ندور رجع لك فلوسك والله عاد عندي طفله هبلت زاد طفله مسكينه البنيه زاد والله هبلت هذه عائله كلنا هبلنا يا لطيف والله ندور ونرجع للدار زعما انا قضينا نبدا يا لطيف سالي بابا سالي شا
احمد طنطا سليمة سافا كبرت الغشيره كبرت صحيح كبرت تبارك الله عليه ها تفضل شبيك شبيك تانس فيا بابا لا ماشي والله انا تعبت من الميزير يا بابا بصراحه مش عيشه هذيا ولا ماهيش عيشه اكل 10 ملايين اللي عطيتهم لي خرجت فرت انه صاحبتي وفين في سعره ما يساعدنيش اكيد خليني في الحشره مع صاحبتي هبلتك يا امها ريتها طفله ذي حاقه ما حكيتلكش عليه والله اللي حكيت لك عليه عندك مشكله في عينيك بابا من قبيله شو اي عندي تراب عندي تراب عجيش لا عينه مفسوعه عنده فسعه في عينيه اي انا قلت لك العشره منين وفاو اللي صبيتهم لي حابه فلوس انا توا دي هبلتك هبلتك يمها تعرف امها المره الاخرى ايش عملت والله اختارتها مسكينه مزيانه برشا كيفاش هبلت هذي يا ولدي اسمعني ريتها طفله ذي والله العظيم كبرت وحدها مصرفت عليها طبعا اخي شعباتها كبرت وحدها تسقي فيها بالماء وتصب عليها المطر انت كبرت كبرت وحدها ملك حشي بربع ملايين باهي ان شاء الله باهي طنعتيك باهي طنعتيك باهي بري بشيك بمنظرك بري بمنظرك بري هذا كان شفتيني مره اخرى بري بمنظرك بري ايش صار لي الاربع ملايين باهي باهي تو صب لك اربع ملايين لا حالك يسخف الحجار يا خي جيت نطالب وشو اللي مطلوب انا في جرد هات مش تروح حتى ها مرحبا بك لما حالة ما الله غالب أي فيلم أما برحمة تبايك يا مدارة الدنيا والله إن شاء الله لما نجيب لك إن شاء الله ربي يفرج عليها لبني أخوي ربي ربي يشفيها بارك الله فيك ربي يفضل ليه 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 المد لنوسة سيب في هيت لهني والله لا تحسمها والله لا تحسمها مش مدت لك هيت الفلوس خليهمي بابا قلها مش أنت هيش الفلوس بتاعي أين هذا ليه أنت شكون خليتهم الاربع ملايين اللي شكون خليتهم؟ انا خليتهم اي قول الحقيقه بابا مش انت خليتهم لي قلت لي برا خذ الساك لا خلاهم لي قال لي برا خذ بهم الصبات خليت انا الساك نتاعي ابجل لا انا صباتي ابجل هات لي هني مانيش مادة تران شوف عايش بنتي تران شوف يديك مانيش مادة هات نخبيلك هات نخبيلك عايش بنتي بابا هات توا شنو نخبيلك عايش بنتي انا ما خدمتش راني انا تحت الاربعه ما نقبلش شنو هو؟ مش انت وعدتني ب 4 ملايين قلت لي تاخذ الساك الجوتشي انا باش ناخذها ساك الجوتشي ما جوتشي لا زبلت انا والمهبول اللي منتك هاتي عش بنتي نشوف ترى سن ترى ترى انت ايش تعمل اخي انت قديت قديش تو ذا مساء الفلوس هذوك مش ناخذ بهم ساك نحي عش بنتي نحي اركع يا ولد هذيك حق الجوتشي نحي عش اختي ما كملت مهبوله تحبي على الجوتشي اخي انت قديش ساي ابدي 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 سالت 200,000 هذوك 4 ملايين ما هو بالله انت ريس اكيك لله الربي